وللمزيد انضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني هبدأ مع حضرتك بآخر كلمة وآخر تصريح سمعناه الآن حول ضرورة أن يتحرى المواطنين الدقة في أي معلومات يتم تداولها فيما يتعلق بأي قضية أو أي أزمة تمر بها مصر، ويمكن هذه النقطة هامة جدا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر من تحديات كثيرة على كافة الأصعدة. كيف ترى أهمية انعقاد هذه المؤتمرات والإعلان عن معلومات دقيقة جدا تخص أي قضية؟ ونتحدث اليوم عن الأزمة الصحية التي حدثت في أسوان، والتي طبعا أصبحت حديث المصريين في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بعدد من الشائعات وتلوث المياه النيل وما إلى ذلك. أقول لحضرتك على حاجة، أنا كل ما قاله السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسيد وزير كان كلام في منتهى الأهمية، والتأكيد احنا كلنا بنطالب المواطنين بتحري الدقة في كل ما ينشر وكل ما يقرأ وتعاملهم حتى مع الأطفال. لكن أنا ربما بعض الشيء مع السادة الوزراء في حاجة أساسية. أنت ما بتتعامليش في مناخ عادي، بتتعاملي في مناخ في حالة استهداف واضحة لمصر، في حالة تعمد تشويه الدولة المصرية من خلال أي ملف. وبالتالي عدوك أنت ما بيحاربكيش النهاردة الحرب التقليدية، بحربك عبر السوشيال ميديا وعبر هذه الأكاذيب والادعاءات وترويج كل ما هو كذب. وبالتالي انت كمان وهو بيتعامل عدوك بيتعامل بمالتي كوبلز، اللي هو افضل اكذب اكذب واكد على الكذبه مره واثنين وثلاثه لغايه لما تبقى حقيقه. وبالتالي كمان دورنا احنا بقى هنا مش مجرد ان انا اطلع بيان فيبقى الناس كده انا قلت انا كده خلاص انا واجهت الكذبه والناس لازم تقتنع، لا، أنا زي ما هو بيعمل بيتعمد إن هو يردد ويكرر الكذبة مرة واثنين وعشرة ومية لغاية لما يحاول يخليها حقيقة، أنا عندي الحقيقة، أنا اللي أمتلك الحقيقة، وبالتالي لا أنا عايز الوزير ولا المسؤول ولا الصحفيين والصحافة الوطنية المصرية يعني تمل من إنها تكرر الحقائق وتؤكد عليها مرة واثنين وثلاثة ومية، لأن دي الحقيقة. فأنا بقول مع الأستاذ الوزير لا أنت أكد مرة واثنين وعشرة، وأنا معاك كصحافة وأنا معاك كإعلام، لأن الحرب دي هم شغالين بهذا الأسلوب إنه بيكذب بيرمي الكذبة 100 مرة وعشان تتحول لحقيقة، لا أنا بقى هديله الحقيقة 1000 مرة كمان وهقولها كل يوم وهقولها في كل مرة. عشان كده في تعاملي في أسوان أنا عجبني هذا التعامل الحكومي. ليه؟ صحيح. لأنه المحافظ طلع أما البيان ثم راح قرية أبو الريش وقعد مع الناس وشرب مية واتصور، وإحنا نشرناها صحفنا الأولى وحضراتكم خدتوها على قنواتكم هوا، والنهاردة وزيرين موجودين ولا ومن خلال السوشيال ميديا، إحنا برضو كقناة لنا أزرع في السوشيال ميديا قادرة على الوصول لكل الجمهور. يعني بالضبط أنا هنا مش بتكلم على حالة أسوان، لأن حالة أسوان هتخلص وإن شاء الله الحقيقة الناس كلها تقتنع بكل هذا الكلام الحقيقي، لكن هنيجي بكرة نلاقي حالة تانية كذبة تانية هينقلوا لنا الكذبة ثالثة الكذبة رابعة، وبالتالي احنا كمان لازم هذا الاسلوب. ما احنا ما بنزهقش ما بنملش، نحن الذين نمتلك الحقيقة، وبالتالي زي اللي معاه الحقيقة هو اللي بيمل، واللي بينشر الكذب هو اللي مصر ان هو يروجه. ما هو برضو انا ليا سؤال هنا، يعني الشعب المصري على مدار الفترة السابقة منذ 2011 وعانى ويلات هذه الاكاذيب والشائعات المختلفة والمغرضة واللي يمكن كانت هتاخذ البلد الى حافة الهوية في فترة من الفترات، فيعني ذاق مرار هذه الاكاذيب. ليه لغاية دلوقتي درجة الوعي لدى الشعب المصري لم تصل للدرجة الكافية للقدرة على التصنيف والانتقاء ما بين المعلومات والشائعات وما بين المعلومات الصحيحة اللي بتكون من مصادرها؟ لا خلينا بس أفرق مع حضرتك ما بين حاجتين، ما بين فكرة وعي الشعب، ودي موجودة بالنسبة للغالبية العظمى المصريين، موجودة عندهم هذا الوعي وعندهم الثقة في قيادتهم وفي دولتهم وفي الحكومة وعندهم الثقة فيما يقال من الحكومة من أجهزة الدولة. وما بين حاجة تانية، ما بين الفئة اللي بتستهدفك من خلال ميليشيات سوشيال ميديا مسيطرين ويبدو انهم بيمثلوا الاغلبيه، والحقيقه انهم اقليه، لكن هم قادرين من خلال صفحات الفيك ومن خلال صفحات بيروجوا البعض، فيبدو كان المشهد ان مصر كلها حاسه ان في اسوان في كارثه، لا الحقيقه مش كده، الحقيقه ان المصريين بيسمعوا كويس قوي للدوله المصريه الان وعندهم ثقه، خاصه في ظل ان الوزراء بدا يطلعوا يتكلموا، رئيس الوزراء بيعمل مؤتمر اسبوع بيتكلم فيه، فبقى في حاله مصداقيه كاملة ما بين المواطن وما بين الحكومة.
لكن كمان عايز اقول لك حته مهمه جدا لحضرتك. حضرتك اتكلمتي على 2011. 2011 ده النهارده اللي كان في 2011 عنده 8 سنين النهارده عنده كام؟ عنده 22 سنه 23 سنه. وبالتالي في ناس جيل موجود قدامك حاليا اللي هو بيتعامل مع السوشيال ميديا غالبا ما عاش 2011 بوعي كامل. احنا كمان محتاجين ناكد عليهم مره واثنين وثلاثه، عشان كده فكره حتى لا ننسى دي مهمه جدا ان احنا ما نسيبهاش. فكره نفكر الناس وناكد الدوله كانت رايحه فين وكان المخطط رايح بمصر فين وكانوا عايزين يعملوا ايه مع مصر، واللي عملته الجماعه الارهابيه من جرائم في حق الدوله المصريه من خراب ودمار وفتنه وكوارث. لا ده احنا ما نملش ان احنا نقول نذكر بيه، ما نملش من ان احنا نقول حتى لا ننسى، لان احنا امام جيل النهارده كان في 2011 و2013 ما عندوش وعي 6 7 8 سنين، النهارده 18 و20 و24 سنه. الجيل ده لازم نبقى احنا حريصين نؤكد على وعيه مره ثانيه، ندي وعيه مره ثانيه، ناكد الحقائق عليه مره ثانيه. عشان كده انا قلت لك في اول مداخله انا مختلف شويه مع السيد الوزير رغم كل اهميه ما قالوه، ان احنا ما نملش من تكرار الحقيقه، ما نملش من ان احنا نقول الواقع اللي احنا نمتلكه، احنا نحن الذين نمتلك الحقيقه، فازاي نبقى احنا اللي بنمل من هذه الحقيقه بينما الذي يمتلك الكذب هو اللي مصر على ترويج كل لحظه وكل يوم ومن خلال كل الوسائل، لا احنا اللي نروج للحقائق ونعلنها في كل الوسائل مره واثنين وعشره والف، لان ده مطلوب دلوقتي، لان هذه هي الحرب اللي بتستهدفك كدوله مصريه. صحيح. طب كيف تابعت وجود عدد من الاحزاب او ممثلين عن الاحزاب السياسيه لمتابعه ما تقوم به اجهزه الدوله في اسوان والوقوف على كل الحقائق بنفسهم، ويعني نقل الصوره بالطبع الى الشارع المصري حول هذه الازمه؟ هو ده دور الاحزاب، انك انت الاحزاب لفترات طويله جدا كانت مهمشه، مش مهمشه، هي اللي كانت ضعيفه، ما كانتش نازله للشارع. النهارده انت لما الدوله لما توفرت الاراده السياسيه لدى الدوله انها تدي المساحه وتحقق الانفتاح السياسي وتبقى هذا في مساحه للاحزاب انها تتحرك، النهارده بقت الاحزاب موجوده لانها جزء من كيان الدوله، الدوله جزء من مكوناتها الاحزاب، حتى المعارضه الوطنيه هي مهمة جدا، لا يمكن هتقبل أي حزب حتى لو معارض لا يمكن أن يقبل أن دولته يتم تشويهها بهذا الشكل، خاصة أنك بتتكلمي في منطقة من مناطق الجذب السياحي المصرية أو مميزات من أهم المناطق السياحة في مصر، فلما تيجي تضربي هذه الشيعة في هذا التوقيت فأنت مش بتضربي بس، يعني مش هدفك اللي حصل مثلا إذا سكان منطقة، ده أنت هدفك تضربي موسم سياحي للدولة المصرية. وبالتالي الأحزاب كمان دورها الوطني بتستشعره في مواقف زي ده، ده تتحرك مع الدولة، لأنه عندما يكون الخطر يواجه الدولة بشكل مباشر فما فيش هنا فرق ما بين معارضة وطنية وما بين مؤيد، كلنا مضارين لأن كلنا أولاد هذا البلد وكلنا يجب أن نكون حريصين عليه. وبالتالي هذا دور مهم جدا للأحزاب، بأثني عليه، بأكد على أهميته، وإنه ما يكونش في أسوان بس، في كل المواقع. وأعتقد الأحزاب المصرية النهاردة سواء ما يحدث في الحوار الوطني والنقاش الجاد والنقاش الموضوعي والبحث عن مصلحة الدولة المصرية، ما يحدث في الشارع من قوافل تنموية وقوافل طبية ومشاركة في كل ما فيه تخفيف على من الأعباء على المواطن المصري، ثم في مثل هذه الأحداث في أسوان وغيرها ومن قبلها ما التوافق الحزبي وتوافق الأحزاب على دعم الدولة المصرية وجيش مصر الوطني في مواجهة الإرهاب ومواجهة مخططات هدم الدولة المصرية وما يحدث في سيناء، لا هذا هو الدور الوطني للأحزاب اللي بيسعدني ويقول بالفعل يبقى عندنا حياة حزبية حقيقية بتتحرك بشكل كويس وتؤكد أن هناك مستقبل جيد للأحزاب الفترة القادمة. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لك.